السلام عليكم اخوان. طبعا راح اشرح لكم المحاضره الثانيه من محاضرات راسك ليكتشرز. طبعا اغلب الطلاب راسلوني ورادوها ما اعرف لانه كانوا محاضرين بالاونلاين. ان شاء الله محاضره تكون سهله. طبعا شوفوا راح ابدي لكم مباشره بالرب لله، اوكي؟ يعني تركيب الضلع وتركيب الفيرتبرال الفقره، ليش وشلون ما لكم علاقه. انا ابدي لكم بهالجزء هذا، بعدين شنو بعدين انا انتقل لكم الاجزاء الباقيه. شوفوا راح نجي ناخذ تركيب الضلع، هذا قدامنا الضلع، تمام؟ الضلع بنهايتين، اوكي؟ عندنا فد نهايه هذه نسميها external end. external end يعني النهايه اللي بجهه الاسترنال، اوكي؟ اللي راح يتصل بها كارتلج يوصلها ويا من يوصلها ويا الاسترنال، اوكي؟ زين. عندنا بعد نهايه من هنا اللي هي نسميها الهيد. الهيد اللي تتصل ويا من تتصل ويا الفقرات. شنو موجود عندنا بالهيد؟ موجود عندنا تو ديمي فاسيت. فاسيت معناتها هيك فد فتحه او طعجه. فعندنا احنا كل ضلع موجود به تو ديمي فاسيت. تو ديمي فاسيت، تمام؟ طبعا هذا تركيب الاضلاع بشكل عام، بس عندنا يعني لكل قاعده شواذ، اكو اضلاع يشدن عن هالقاعده، بعدين اقول لكم بهن. زين؟ شوفوا عندنا هسه كل ضلع تقريبا بي 2 ديمي فاسيت، هذن راح يتصلن بالفقرات، تمام؟ زين، عندنا بعد هنا يعني ورا هاي منطقه النيك موجود عندنا فد شيء اسمه شنو؟ اسمه تيوبركل اوف ذا ريب، هذا التيوبركل. تمام، هذا راح يتصل هم بالفقره، لان احنا عندنا الفقره هسه ما راح ناخذ تركيبها، موجود بها فد شيء اسمه ترانسفيرس بروسس. بالترانسفيرس بروسس موجود همين فد فيست مثل هذا، نسميه ترانسفيرس كوستال فيست. ترانسفيرس كوستال فيست هذا عندنا تيوبركل، هذا يعني طالع لقدام، هيك فد بروز لقدام تيوبركل، راح يقعد بالفيست مال الترانسفيرس بروسس مالت الفقره، تمام؟ زين، عندنا بعد راح نمشي من هنا، هذا انتير بوردر، هذا انر بوردر. موجود عندنا السوبيريور بوردر، هذا شنو يكون؟ يكون راوندد، تمام؟ اما الانفيريور بوردر يعني الحافه السفليه تكون شارب، يعني تكون كلش يعني حاده، تمام؟ شارب. زين، بعد ايش راح نلقى؟ راح نلقى بالانر بوردر، هذا البوردر الداخلي، راح نلقى في شيء اسمه كوستر جروف، يمر ب نيرف اوف فازل، يعني نيرف وفين وارتر. زين زين، هسه هذا انر بوردر، هذا انتيرير بوردر، عندنا سوبيرير بوردر وانفيرير. زين، الانر بوردر موجوده في يعني بالفره مالته ترى موجوده فت انجل هنا زاويه تكون همين شارب، تكون حاده، اوكي؟ تكون حاده، هذا كل شيء موجود يعني بالضلع. زين، لو اجينا للفقره، اوكي؟ هاي الفقره، الفقره ايش راح نلقى بيها؟ عندنا الفقره مثل الضلع. الفقره مثل الضلع، همين بيها شنو هو؟ بيها ديمي فاسيت. هيك بيها فطعجه هنا نزله وهنا بيها نزله، خوش حكي. وبيها ترانسفيرس بروسس، هذا ترانسفيرس بروسس يطلع من عنده فد شيء اسمه شنو هو؟ اسمه ترانسفيرس فاسيت، ترانسفيرس كوستر فاسيت. زين، شوفوا شلون راح يجي يقعد الضلع. الضلع راح يصير اتصاله بالفقره. احنا الضلع شنو قلنا بيه؟ قلنا بيه تو فاسيت، اوكي؟ قلنا موجود بالضلع تو فاسيت. نرجع لهنا أنا. لو اخذنا صوره الضلع، تمام؟ يعني راح نلقى به هيك بنهايته بهاي الهيت، هيك نلقى فد فاسيت هنا وفد فاسيت هنا، وهذا عندنا الضلع، اوكي؟ هاي التو فاسيت، الضلع من راح يقعد؟ راح يقعد يتصل بفقرتين، كل ضلع يتصل بفقرتين. شوف هسه هذا الضلع جاي متصل بهاي الفقره ومتصل بهاي الفقره، احنا نعرف كل فقره بها همين تو ديمي فاسيت، فاسيت فوق وفاسيت جوا، وهاي الفقره الخامسه همين يعني هو كل الفقرات تقريبا همين فاسيت فوق هذه وفاسيت جوا، فالضلع من يجي يقعد؟ راح يقعد هنا على هاي الفاسيت الديمي فاسيت مال فقره فوق وفقره جوا، يعني نستنتج انه كل ضلع يتصل بفقرتين، هيك يكون اتصاله، تمام؟ راح يقعد ويا هاي الفقره ويا هاي الفقره، لان هو عنده تو يعني ديمي فاسيت، تمام؟ هاي تو ديمي فاسيت، واحده من عتين راح تصل ويا فقره فوق ويا الديمي فاسيت مالت الفقره الفوق، وواحده ويا الديمي فاسيت مالت الفقره الجوا، تمام؟ هيك يكون اتصاله، كل فقرتين يوفرن اتصال الضلع. اوكي؟ كل فقرتين يوفرن اتصال الضلع، زين. الضلع من راح يتصل؟ قلنا هنا بي يعني ديمي فاسيت راح يتصل ويا الديمي فاسيت مال هاي الفقره، وايضا هنا بي ديمي فاسيت يتصل ويا الفقره اللي جوا. احنا مو قلنا بي تيوبركل هنا؟ هذا التيوبركل مو هاي ترانسفيرس بروسس او من هنا يعني ترانسفيرس بروسس موجود بيها فد ترانسفيرس كوستر فاسيت، يعني هاي الفقره بيها فد ترانسفيرس بروسس، هذا ترانسفيرس بروسس بي فد فاسيت نسميها ترانسفيرس كوستر فاسيت، من يقعد بيها؟ يقعد بيها التيوبركل مال الضلع، تمام؟ فالضلع من راح يقعد؟ ركزوا وياي، الضلع من راح يقعد؟ راح يجي يقعد على فقرتين، فقره فوق وفقره جوا، كل وحده توفر لنا نص اتصال، كل وحده توفر له نص اتصال، لان الهيد مالت الضلع بمنطقتين للاتصال، هاي منطقتين للاتصال، وحده فوق وحده جوا، تو ديمي فاسيت،
فهذا المنطقتين واحدة راح كل واحدة راح تصل فقرة فهيك انقسمه، هذا راح يتصل بالفقرة اللي فوق وهذا بالفقرة الجوة، هاي انتهينا من عتها. التيوبر كل مالته دائما يتصل ويا من يتصل ويا الترانسفيرس كوستر مال الفقرة اللي جوا، تمام؟ هسه هذا الضلع راح يتصل ويا من يتصل ويا التيوبركل او ترانسفيرس فاسيت مال الفقرة الخامسة هاي اللي جوا، تمام؟ زين لو اجينا رسمنا فقرة فوق، اوكي، لانه افترض انه نريد نرسم فقرة فوق باعوا، خلنا نرسمها شلون ما كان. زين همين بيها شنو بيها ديمي فاسيت، بيها ديمي فاسيت هاي من هنا، وهاي نفترض انه بيها في البروسيس، وهاي البروسيس بيه شنو بي ترانسفيرس كوستال فيسيت. فالضلع وين راح يجي يقعد؟ راح يجي يقعد الضلع هذا الهيد مالته راح يجي يقعد هنا أنا. اوكي الهيد مالته راح يجي يقعد هنا أنا. ومن هنا شوفوا هذا الهيد مالته انقسم، قسم ويا هاي الفيسيت مالت الفقره اللي فوق هي بيها تو فيسيت، الانفيرر مالته راح يتصل ويا هذا الفيسيت مالت الضلع، والانفيرر فيسيت مالت الضلع راح يتصل ويا السوبرير فيسيت مالت الفقره اللي جوا هيجي، تمام؟ هذا الانفيرر مالت يعني مالت الضلع انفيرر فيسيت ديمي فيسيت راح يتصل ويا الديمي فيسيت مالت الفقره اللي جوا، وكذلك اليوتيوبر كل مالته راح يتصل ويا نفس الفقره اللي جوا، اوكي؟ ما يتصل ويا الفوق. وضحت هسه؟ شوف هسه هذا الضلع اتصل فقره فوق فقره جوا، كل ضلع اتصل فقرتين، الفقره اللي جوا يتصل بها من جوا نفسيتها راح يتصل بالترانسفيرس كوستال فاسيت مالتها، تمام؟ التيوبركل مالتها يقعد على البروسيس مالتها ترانسفيرس فاسيت كوستال. زين زين هاي القاعده تنطبق على كل الاضلاع اكسبت الضلع الاول والضلع الثاني والضلع الثالث. ليش؟ عفوا الضلع الاول وال11 وال12، سوري الضلع الاول وال11 وال12. شوفوا لو اجينا للفقره الاولى واخذناها، طبعا هنا منطينا رسم للفقره الاولى، باعوا الفقره الاولى قلنا كل فقره بيها 2 ديمي فاسيت اكسبت الفقره الاولى، شوف الفقره الاولى بيها فاسيت كامله راح يجي الضلع الاول يقعد بالكامل بس على هاي الفقره، وبيها ديمي فاسيت المن للضلع الثاني، هذا الضلع الثاني يجي يقعد هنا واكو فد فقره جوا هم يعني يتصل بيها فيقعد الضلع الثاني هنا، والترانسفيرس بروس مال الفقره الثانيه هم راح يتصل ويا تيوبركل مال نفس الضلع هذا. زين هاي انتهينا من عتها. فالضلع الاول راح يجي يتصل فقط بالثوراسك فيرتبرال 1 يعني بالفقره الصدريه الاولى. الضلع ال11 والضلع ال12 نفس الحاله همين ما يعني ال11 يروح يتصل بالفقره ال11، ال12 يمشي يتصل بالفقره ال12 وبس اتصال مباشر ما يتصل بفقره ثانيه. اما باقي الاضلاع لا كل ضلع يتصل بفقرتين ما عدا الضلع الاول وال11 وال12، هذا كويز جاهز ام سي كيو جاهز. زين الاكسبت الثاني انا من البدايه قلت لكم لكل قاعدتين شواذ، اكو شواذ راح نذكرها. الاكسبت الثاني الضلع ال11 والضلع ال12 ما بين يعني ما بين هذا التيوبركل، تمام؟ فالضلع ال11 قلنا يتصل فقط بالفقره ال11 وال12 فقط بالفقره ال12، وكذلك ما راح يتصل بروسيس ما عنده بروسيس يعني او عفوا تيوبركل ما راح يعني يتصل فقط بالفقره